مساء الخير او صباح الخير اينما كنتم، كل مشاهدين ومتابعين صفحه مهندس باسم اداره وتصنيع المعدات الزراعيه. معانا النهارده فيديو جديد محرات العزيق اليدوي، حاجه محترمه قوي قوي قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو يا ريت كل مشاهدين ومتابعينا اعمل لايك للفيديو ده، شاركنا بتعليقك. فجاجات متحركه، معانا حاجه مميزه هنا بس هنسيبها للاخر. هناك محراج الفسخه بتاعته بتفتح وبتقفل على اي حاجه انت عاوزها. انت شفتوا المحاريج، هنقول لكم بقى الدنيا فيها ايه. المحراج الفسخه بتاعته بتفتح وبتقفل على اي مقاس انت عاوزه. ليه بنقول جديد؟ ان مفيش كده. الفكره هنا ان الفسخه بتفتح وبتقفل على المقاس اللي انت عاوزه. عرفناه قبل كده وهو شغال، موجود على الصفحه بتاعتنا على اليوتيوب، لو كتبت ثروه باسم هيطلع لك، وموجود على الصفحه اللي انت بتشوفنا عليها دي برضو، صفحه مهندس باسم اداره وتصنيع المعدات الزراعيه. مقبض كاوتش، 2 مقبض، 3 كفه قدام، العجله اللي قدام على جلب صلب مش على جلب حديد. المحراج كله جديد، كل الشغل اللي في المحراج شغل جديد مش شغل قديم، مش حاجه ملمومه، لا. المحراج بيتكلم عن ده حاجه محترمه قوي 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 قوي. وفكره ان الفجاجه تفتح وتقفل دي حاجه حلوه، مش حاجه قديمه، لا ده جديد بقى. ان انت لما بتيجي تمزق عزقت بالقلم، العزقه الثانيه اكبر كمان شويه، العزقه الثالثه اكبر كمان شويه، يبقى انا بشتغل. مش عملت كله على مقاس واحد، لا، هاتهم المحراب بقى. ايه رايك اعمل حاجه؟ حاجه حلوه؟ نازل بس الجلابيه عشان انت كده هتطلع على النادي. نازل الجلابيه. يا ابني هتعمل حاجه. هو ماشي في الناس. ايوه. انت مش هتقول رايك؟ قول رايك بقى. ايه رايك اعمل حاجه؟ ما شاء الله حاجه حلوه قوي. يعني انت معدي بظروفها دلوقتي؟ بس شفتيه؟ ايوه حاجة. انت كنت معدي على الاسفلت، لقيتك جيت دخلت على المحراج كده وبتبص عليه. حاجه تلفت الانظار. يعني هو الوقت في الفيديو يبقى هنا احلى ولا في الفيديو يبقى احلى؟ لا هيبقى احلى في الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله؟ ان شاء الله. لان حاجه حديثي، وبعدين انت عامل حاجه تفتح وتوسع وتضيق. خدت بالك؟ ايوه. حاجه توسع وتضيق. ده دي حاجه لسه ما نزلتش. تمام. دي حاجه لسه ما نزلتش. تمام. بجد ما حدش عملها قبل كده. واول مره اشوف الحاجه دي. طب امسك المحراج كده شوف المحراج عامل ايه. كنت بقعد بيرحل على جنب لسه دي لقيت المحراج موزون اكنك كنت روماني ما شاء الله. حاجه حلوه قوي. البركه. الله يبارك فيك. الله يرزقك حبيبي يا عم الحاج. بنشكر كل الناس اللي بتشوفنا وبتتابعنا. احنا ما بنعملش ده بس، احنا بنعمل خطاطات، بنعمل محاريت، اي حاجه بتشتغل على الجاروز الروماني بنصنعها باذن الله. شكرا.